مرحبا أختي سنان بالبيت، عنده أوراق رسمية لازم يوقعهم. بالبيت بالبيت سنان حبيبي، تعال أكو أوراق لازم تستلمهن. يلا أبو التاكسي، شي سوي بالأوراق الرسمية؟ ها شو معرفني؟ ترن 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 ترن، ترى عمّة سمعت جيش قلتي علي. اي الدولة محتاجتني ويردون يستفادون مني، دزولي هذي. انت شو عليك؟ ها اي أخوي أقول وين تريد أوقع؟ نا ايه تمام شكرا. نعم سنان كايا أخوك الصغير المتواضع. هلا أخوي، يلا يلا. شو 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 يستفادون مني؟ اي الدولة ما عندها لا شغل ولا عمل، بس يردون يستفادون منك. الدولة من شنو راح تستفاد منك؟ ها انت اصلا غبي واثول، ما تفيد باي شغلة انت، والدولة من تحتاج غباء يقومون يدورون عليك. لا اله الا الله، لك هاي شنو عمة انت؟ ايش قد فكاهية الخاطر؟ الله، ليش ما تشتغلي ممثلة كوميدية في دول عينك؟ شنو هاي سنان؟ هاي رسالة وهذه ورقة وهذا ظرف. شوف انت بي ظرف، قلت ظرف. سنان هسه مو وقت سخافتك، رجاء انت صاير كفيل الواحد صاحبك بمئتين الف دولار، وراح يجي حجز على البيت سنان. الله شنو ايش تقولين انت؟ اويلي الله ياخذ روحك ان شاء الله. ولك انت شنو ها؟ ما تقدر تجيب فلوس على البيت، وهسه قايم صاير لي كفيل يتوقع لي الواحد بمئتين الف، الله ياخذك. شو وقت اخلص منك؟ اي والله بابا، ليش؟ شنو هالدين هالقد ها؟ انت مالك فيش عندك تدخل بالعالم؟ يعني ما تتوب ابد الا تنجر اذنك؟ لك ابني انت شلون تحاكي ابوك هالشكل؟ ما تستحي حنونه، ما تقولي لي منو دا يعلم الولد هاي الالفاظ وهذا الحكي؟ هسه انتوا ليش خفتوا راسا؟ اني هسه اخابر صاحبي وافتهم من عنده شنو القصه. ها اها، واذا اكو فتشي انا راح احاسبه. دقيقه، راسا قمتوا تبكون. عزيزي المتصل، رقم الهاتف المطلوب لا يمكن الوصول اليه حاليا. ما يرد مو؟ لا 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 هسه يرد. ها رد. ايه الو كمال، لك انت شقد ما تستحي؟ لك انت ليش ادب سز؟ شلون اسوي هالشكل؟ اسمع ايش ولا كلمه، ما اردك تفك حلقك بكلمه واحده. اسكت تراقبتك والله. شوف لك اسمع، انت ديونك ما دافعها وراح يجون يحجزون بيتي. زين اسمع اموتك، ترى قلت لك والله تحكي، لا تحكي ولا كلمه كمال، اسمعني مثل البشر. شوف باكر قبل تروح تدفع ديونك بالتقسيط، ما اعرف شلون هيمون. لا تجاوب، لك اسمعني اسمع، انا مالي علاقه تدفع انت بالتقسيط، ما ادري شلون تترتب امورك، انا ما ادري. المهم عندي تروح تدفع ديونك وخلاص، افتهمت؟ ها صار ظروف. ماشي 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 كمال، على الوقت تحل الموضوع حبيبي، الله وياك. بديتك. اي ما صار شيء، مجرد ظرف الرجال مربي. يلا اني اروح افرج اسناني واخذ السويتش واروح على الشغل اللي انت اخرت. الحمد لله. اني هم اريد اقول كلمتين لهذا. شنو كان اخر مكالمه اوس؟ يلا شوف لي ياب الله. يلا ايه عزيزي المتصل، رقم الهاتف المطلوب لا يمكن الوصول اليه حاليا. شنو صار ماما؟ عزيزي المتصل، رقم الهاتف المطلوب لا يمكن الوصول. اوف يا حظ المسخم. ايه شو خل اخذ التليفون مالي. شو واسمع عليك سنان، كل صياحك وكلامك طلع كذب، الرجال قافل تليفونه ومختفي وهذا كله تاليفك. شنو هالحكي هذا؟ ماشي دجيب التليفون مالتي، خليه يختفي، اني همي اللي راح تشتغل عليه النعالات. وين ما